الأستاذ طارق عوض الناقد الرياضي الكبير بالجمهورية ضيفنا العزيز في حلقة اليوم. يا أستاذ طارق أهلا بيك. أهلا بيك أمير وربنا يخليك رب نور بوجودكم ومبروك تأهل النادي الأهلي لدور الثمانية في أفريقيا. مبروك لكل جماهير الكرة المصرية لأن الأهلي أكيد في مباراة الأمس كان بيمثل مصر وده أمر مهم جدا وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. لكن طبعا عايزين نتكلم في المباراة وأحداثها، رأيك فيها إيه بالتحديد فنيا الأول؟ خلينا نبتدي فنيا. رأيي للأسف مش هيعجبك فنيا خالص. ليه؟ لان بكل الظروف اللي حاطت المباراه وكل الاجواء اللي اتعملت فيها المباراه فنيا للاسف كارثيه. كارثيه طبعا. انت بتتكلم فنيا كمباراه ولا بتتكلم كمباراة؟ كاداء لا 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 ما اتكلمش على اداء، لسه دلوقتي هتكلم على اداء النادي الاهلي. انت بتتكلم بشكل عام. بتكلم فنيا كارثيه. ليه؟ لان الضغوط محاوطه الجميع. الضغوط محاوطه حكم المباراه قبل الماتش باسبوع، الضغوط محاوطه الهلال وجماهيره اللي عايزه تعدي بالماتش، جمهور، الضغوط محاوطه مستر ريني فايلر ولاعيبي النادي الاهلي اللي شافوا قد ايه في تربص وقد ايه في مشاكل جوه الملعب وقد ايه الموضوع كله مش في صالحهم امبارح. انا بتكلم على الموضوع فنيا. ليه بقى الموضوع مش فنيا؟ لو اتكلمنا على موضوع فنيات ومين الخطه كانت ايه وده عمل ايه وده عمل ايه والكلام ده كله، معلش سوري في اللفظ، هنبقى بنفتي. لكن نتكلم على ان الماتش ده انت عايز منه ايه. النهارده مستر ريني فايلر محدش يقدر يلومه اطلاقا على موضوع الفنيات ده خالص. لعب كره هجوميه، لعب كره دفاعيه، لعب باصات طوليه، لعب مش عارف كرات بالونيه، كل ده محدش يقدر يلومه تماما. ليه؟ للظروف المحيطه بالماتش. لكن انت كان هدفك ايه من الماتش؟ حققته ولا ما حققتوش؟ حققته. طالما حققته يبقى نتكلم نلغي بقى موضوع الفنيين خالص ونقول ان التارجت بتاع الماتش، الهدف بتاعك اللي انت كنت عايزه حققته. واعتقد ان مستر ريني فايلر قدر انه يخرج بالماتش زي ما هو عايز بالظبط. ال 45 دقيقه الاولانيين لو اتكلمنا فيهم ما النادي الاهلي ما راحش باي كوره خالص. كون ان هو يدفع بايمن اشرف مكان علي معلول اعتقد يعني نقطة ذكية جدا جدا. البعض انتقد والناس اتخضت، ايه ده علي معلول ما ابتداش الماتش؟ ما هو اكيد في واحد مثلا زي قطر الطاهر ده الباك طبعا طبعا افضل لاعب في الهلال طبعا. ايمن اشرف عمل معاه بشكل ممتاز بصراحة. ايمن اشرف كان نجم بالنسبة لي انا انا بالنسبة لي كلمنا عن قناعاتي، ايمن اشرف كان نجم المباراة الاول بلا منازع. يعني اذا كنا لعيبه الاهلي كانت كلها رجاله، كلها ما شاء الله كانت واقفه على رجليها والكلام ده كله، لكن ايمن اشرف تحديدا كان مميز جدا جدا في الناحيه الشمال. وده ان ده اللي بيدل على ان مستر ريني فايلر عنده رؤيه فنيه كبيره جدا. كل الناس بقى اللي كانت بتنتقد هو النهارده ليه ما بينزلش فلان، ليه ما بيلعبش فلان، التغييرات اللي في التشكيله اللي بيحصل كذا 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 كذا، اعتقد انه امبارح مستر ريني فايلر قدر يسكت كل هذه الاصوات ويقول ان هو اللي شايفه صح واللي هو عايزه هيتعمل، والدليل على كده ان قدر يكسب الماتش بتاع امبارح ويعدي بيه بتعادل. انا عايز اقول حاجه بس، ان قبل الماتش بلاتينوم ستارز اللي كان في دور المجموعات كان حاجه، وبعد ماتش بلاتينوم ستارز بقت حاجه ثانيه خالص. بمعنى امبارح لو شفت الماتش وشفت ماتش النجم الساحلي هتلاقي ان كل لعيبه الاهلي مركزه. كويس. النهارده انت داخل الماتش عارف هتاخد منه ايه. مش لازم تكسب النجم الساحلي 2 أو 3، لكن 3 بانتصار وخدت 3 بونت اللي كنت عاوزه. امبارح انت رايح برضو عايز تتاهل، مش عايز تكسب جون ولا 2 ولا 3. شخصيه النادي الاهلي ظهرت امبارح بشكل كبير جدا، بشكل كويس. شخصيه النادي الاهلي طبعا يعني انا كنت كتبت في مقاله ليا في جريده الجمهوريه يوم الخميس في العدد الاسبوعي وقلت ان النادي الاهلي سهل جدا ان يفوز على النادي الهلال بشرط استحضار روح البطل او استحضار شخصيه البطل. امبارح كل لعيبه النادي الاهلي كانت ابطال، كلهم كانوا واقفين على رجليهم بشكل كبير جدا، كل واحد كان بيطلع كل اللي جواه. والدليل على كده ان فين الهجمات الخطره بتاعت النادي الهلال؟ لا مفيش، ما كانش في اي هجمات خطر. طب الدروب اللي حصل امتى؟ الدروب اللي حصل بعد النادي الاهلي بالظبط كده، بعد ما نزل الجمهور. اذا انا كنت فنيا كنت مسيطر على الماتش تماما وعامل كل حساباتي ومتقدم على يعني كنت فنيا جيد ولا مش جيد؟ انت كنت فنيا معلش ممتاز مش جيد. ما ده اللي انا كنت بتكلم بقى فيه في اول لا حاجة. فنيا انت ممتاز. ليه؟ انا بتكلم فنيا مش تكتيك جوه المباراه بالظبط. فنيا مش تكتيك جوه الملعب يا امير. فنيا انت كنت عايز ايه من الماتش؟ يعني الظروف اللي حاطت بالماتش والشغب اللي حصل التعامل معاها والتنشان اللي كان حاطط بالظبط كده. انت اتعاملت معاها ازاي؟ خدت اللي انت عايزه ولا لا؟ خدت اللي انت عايزه، حققت اللي انت كنت عايزه وكنت عايز تتاهل في النهايه، حققت اللي انت عايزه. فاعتقد ان مستر ريني فايلر شكرا جزيلا على الاداء بتاع امبارح، شكرا لعيبه النادي الاهلي وسط الاجواء والظروف اللي حاطت بالمباراه دي قدرتوا انتوا تعدوا. وما ننساش نشكر برضو الحكم المغربي رضوان جيد انه كان بصراحه
لو كان تهاون مع لعيبه نادي الهلال السوداني ولو كان قدر يعني يستجيب للاستفزازات اللي كانت شغاله عند الجمهور اعتقد كانت هتبقى فيها مشكله كبيره جدا. تمام، اكيد دي امور مهمه من خلال مباراه الامس، وفي الحقيقه فعلا لعيبه النادي الاهلي امبارح كانوا رجاله وقدروا ان هم يادوا واجبهم وادوا اداء فني جيد. انا عايز اتكلم معاك بالتحديد زي ما اتكلمت عن ايمن اشرف، ومن ضمن اللعيبه اللي تعرضوا في بعض فترات الانتقادات في لاعب اخر كمان هو مروان محسن تعرض لانتقادات خلال الفتره اللي فاتت وفتره كانت طويله في الحقيقه، لكن ايضا تقييمك ليه في مباراه امبارح؟ أنا ضد كل الناس اللي بتنتقد مروان محسن من فترة كبيرة أوي، حتى آخر مرة كنت معاك كنت بقول إن مروان محسن هو حتى الآن يعني يستحق قيادة هجوم النادي الأهلي، وسبحان الله يمكن في آخر حلقة كنت موجود معاك فيها كانت بعض الزملاء قالوا لي أنت بتتكلم على مروان محسن بشكل كويس وبتاع والكلام ده كله، ثاني يوم على طول ربنا وفقه جاب جونين، يعني حتى دخلت معاهم في مناقشة كده. بس تخيل ساعات الناس بتزعل لما بتتكلم عن اللعيب بشكل إيجابي عشان وجهة نظرهم إن هو لعيب. هو للأسف المشكلة إن السوشيال ميديا بقت مسيطره على عقول الناس. الناس بقت تاخد مبدا التيكاوي اللي هو ايه اللي تشوفه تكتبه اللي تعلق عليه، ما بقاش فيه خلفيه كامله عن اللاعب دوت اذا كان هيديك اللي انت عايزه ولا لا. اولا مروان محسن امبارح كل الكرات العاليه كانت بتاعته، كل الاستحواذات كل الاستحواذ كان بتاعه، ادالك المطلوب منه بنسبه 100%. كان بينقصه ان هو يجيب اجوان، اما بيتاح له الفرص فعلا ويقدر يجيبها، لان مروان شغله للاسف بيبقى عنده شغل كتير قوي بيصعب من مهمته تسجيل الاهداف، واللي هي ان هو ازاي يستحوذ على الكوره، ازاي يقدر يمرر لزمايله، ازاي يستقبل كل الكرات اللي بتبقى جايه عليه، وبعدين هو المهاجم الوحيد بيبقى عليه ضغط كبير جدا. لكن انا شايف ان مروان امبارح عمل ماتش عظيم جدا. ايمن اشرف عمل ماتش رائع جدا وكلمنا عليه. انا عايز اقول ان كل الناس اللي كانت يعني في الاول مثلا قال لك ايه مستر ريني فايلر ده مش عايز اللعيبه الكبار، ده مش هي ده بعد ما ديانج قعد ماتشين اول ما جه والكلام ده كله، ده مش عاجبه ديانج، ده مش عارف ياسر ابراهيم اللي هو جه قعد ماتشات كتيره مع مستر ريني فايلر، فقال لك لا ده مش عاجبه ياسر ابراهيم ومش مقتنع بيه. كل الحاجات دي راحت فين؟ امبارح لو بصيت على كل لاعب من دول هم نجوم الماتش، بس جزئيه ياسر تحديدا حتى لو الراجل ما كانش مقتنع بيه او شايف ان ياسر ناقصه حاجات فنيه معينه فهي حاجه تحسب لياسر طبعا في التعديل طبعا طبعا عشان يبقى يلعب بشكل اساسي وينجح في الظروف بشكل جيد. دي حاجه تحسب لياسر يعني بصراحة. انا من ملاحظتي لمستر ريني فايلر هو عنده حاجات كده صغيره انت ممكن تستشفها في كل مباراه. تمام. الحاجه الاولانيه ان هو اللعيب البصير اللي بيقدر يباصي الكوره كويس هيبقى من ضمن الاولويات في التشكيله الاساسيه بتاعه مستر ريني فايلر. يمكن دي كانت مشكله عند ياسر ابراهيم في البدايه، لكن دلوقتي بقى يقدر يباصي بشكل كويس جدا. الحاجه الثانيه ان هو دايما بيحتفظ بالاوراق الرابحه على مقاعد البدلاء للشوط الثاني، وامبارح قدر ان هو يغير الماتش بالناس اللي طبعا فرصه كهربا كانت سهله جدا، كانت تريح الدنيا كلها وكانت تخلي الامور ماشيه بشكل كويس جدا. لكن عايزين نقول ان هو مستر نيفايلر بيبقى عنده دايما احتياطي على الورق على الدكه، بيقدر يعمل بيه كل الحاجات اللي هو عاوزها، وفي الدوري غير وليد سليمان كتير جدا وقدر ان هو يسجل. انت في ماتش المقاولين العرب، في ماتش المقاولين العرب كان وليد سليمان كان احتياطي ونازل والنادي الاهلي كان مطرود منه واحد وبيلعب ناقص، ومع ذلك نزل وليد سليمان وقدر وليد سليمان هو يسجل الجون الثاني. فاذا كل الناس اللي كانت بتنتقد مستر نيفايل ارجوكم يعني خلاص، الراجل كل يوم بيثبت ان هو ماشي كويس جدا، وزي ما بقول لك في البدايه ان ماتش بلاتينيوم ستارز اللي اتلعب واللي كان ازمه كبيره جدا وصدمه كبيره جدا عند جماهير النادي الاهلي، يمكن هو ده انا شايفه ان الماتش ده هو الدافع وراء بالظبط كده، هو الدافع وراء المستوى المتميز اللي ظهر بيه النادي الاهلي سواء في ماتش النجم الساحلي او في ماتش الهلال السوداني امبارح. الناس بتحاول تقارن ما بين اداء النادي الاهلي في الدوري وفي دوري ابطال افريقيا، هل ده بيبقى او دي بتبقى مقارنه منطقيه؟ هي منطقيه ليه؟ لانك انت في ماتشات الدوري حقق العلامه الكامله. حلو. بتجيب اهداف بغزاره. واداء ممتاز. واداء رائع. تمام. طيب على ده بقى لما تيجي تقيسه فنيا على بطوله افريقيا هتلاقي في مشاكل. المشاكل بقى اللي هي ايه؟ انت في ماتشات الدوري معظم الدور الفرق اللي بتلعب قدامك بتلعب بتكتلات دفاعيه. نازله في خطتها ان هي مش تجيب جوان فيك، ان هي لا تبدا تحسن دفاعاتها، ولو خرجت بنقطه قدام النادي الاهلي يبقى ده عملت اللي هي عايزاه. في افريقيا للاسف بتبدا الاستراتيجيه تتغير. بتقابل فرق كبيره، فرق اقوى، الفرق دي عايزه تكسبك، عايزه تسجل فيك اهداف والكلام ده كله. فهنا الجاب اللي حاصله ما بين ماتشات الدوري ماتشات افريقيا. لكن
انا بقول وعلى عهدتي ان شاء الله ان كل اللي جاي افضل بكتير جدا. بتكلم على افريقيا افضل بكتير جدا من إيه اللي راح. معطياتك؟ معطياتي اولا ان الجهاز الفني واللعيبه عرفوا مؤخرا قيمه البطوله الافريقيه كويس، قد ايه هي بطوله افريقيا مهمه للجماهير، وقد ايه بطوله افريقيا مهمه للنادي، وقد ايه هم لازم يركزوا فيها بالشكل اللي ظهروا عليه في ماتش النجم الساحلي وفي ماتش الاهلي السوداني. صح. كمان عندنا رمضان صبحي جاي كويس. داخل في التشكيله قريب. كل ده هيفرق في الـ في الـ في الـ في شويه المشاكل والحاجات اللي حصلت، هيفرق في تشكيله النادي. واعتقد ان يعني مشكلتنا الوحيده اللي جايه في الادوار اللي جايه ان انت بس هتلعب ماتشك اللي جاي هيبقى على ارضك اولا، الاولاني على ارضك والاياب هيبقى بره. لكن ان شاء الله انا واثق ان احنا نقدر نخلص، هنقدر نعمل حاجات كويسه جدا في الماتش اللي في القاهره. وبعد كده عمرك ما هتقابل كل الضغوط اللي شفتها امبارح. بالظبط. انت عارف انا اكتر حاجه عجباني في مباراه امبارح ايه؟ فضل. الضغط الجماهيري اللي كان موجود من فريق الجمهور الهلال. بالظبط كده. ان الاهلي اتحط او لعيبه الاهلي بالتحديد عارف عامل ازاي اتحطوا في تمام. التوقيت ده تمام. الضغط الجماهيري تمام. ده لان احنا عندنا لعيبتنا في مصر للاسف الفتره اللي فاتت مش متعودين على الضغط الجماهيري، وده مأثر على المنتخبات وعلى الانديه بشكل عام. بالظبط كده. فان انت مش هتشوف في كل الاحوال ضغط جماهيري اصعب من اللي انت شفته امبارح، فانت اتعودت على الجزئيه دي خلاص بقى تتلاشى انت امبارح تحديدا بالزبط. قابلت اللي عمرك ما هتقابله في البطوله لغايه ما تخلص. بالظبط كده. خلاص. سواء كنت تلعب مع فرق عربيه او مع مش فرق افريقيه خلاص ما بقاش في موجود. وبمناسبه الجمهور يعني انا نفسي اوجه رساله اتفضل للمسؤولين. النهارده النادي الاهلي كان بيلعب في الترجي من سنتين في نهائي بطوله افريقيا والباص اتحدف عليه طوب وهشام محمد اتعور. صح. كويس؟ صح. وقالوا شغب. مصر كانت بتلعب مونديال اللي هو سوري بطوله افريقيا لليد من الاسبوع اللي فات قدام منتخب تونس ومعدين وفزنا والكلام ده كله، واتحدف عليهم ازايز في الصاله والكلام ده كله. النادي الاهلي امبارح كسبان وعامل ماتش كويس جدا قدام الهلال والجماهير بتنزل الملعب والكلام ده كله. كل ده بيتحط تحت بند الشغب. طبعا احنا جمهورنا محروم من انه يبقى في الاستاد تحت بند الشغب. لا في مفيش جمهور لا من النادي الاهلي ولا من نادي الزمالك ولا من اي انديه موجوده في الدوري او موجوده في مصر تجرؤ ان هي تنزل او تعمل الشكل اللي حصل سواء كان في الترجي في تونس او كان في ملعب في صاله رادس مع كره يد ولا امبارح في ماتش الهلال السوداني. اعتقد ان على المسؤولين يا جماعه ارجوكم النهارده احنا بلدنا الحمد لله امنه مستقره لله. عندنا استقرار كبير جدا، عندنا سيطره كبيره جدا. الفان اي دي بقى كل واحد يقدر يخش بيه الاستاد دلوقتي ومعروف هو موجود فين بالظبط. فانا الفتره اللي جايه سواء لجماهير النادي الاهلي او جماهير نادي الزمالك او النادي المصري البورسعيدي او نادي بيراميدز في الكونفدراليه ارجوكم افتحوا الملعب يبقى كومبليت للجماهير ان هي تحضر. شفنا امبارح كان في 65,000 متفرج كان موجود في ماتش الهلال السوداني كانوا بيدعموهم قد ايه. احنا جماهيرنا يعني احنا اولى بدعم جماهيرنا لينا. صح. احنا يعني خلاص صعد النادي الاهلي وصعد نادي الزمالك للدور الثمانيه، اعتقد ان ده يعني اكبر فرصه واحسن اختبار للجماهير ان هي تشارك. وزي ما قلنا كان عندنا بطوله افريقيا وشاركنا وعملنا والامور خرجت بشكل كويس جدا. عشان كده اتمنى ان المسؤولين في مصر يستوعبوا ما حدث بالامس وان هم يقدروا يفتحوا المدرجات للجمهور، لان فعلا النادي الاهلي ونادي الزمالك وبيراميدز والمصري محتاجين لجماهيرهم في الفترات اللي جايه او بدايه من دور الثمانيه. استاد القاهره طبعا لا اعتقد ان شاء الله يعني بالموافقات. موضوع بقى ان 15,000 و10,000 و20,000 والكلام ده كله ما اعتقدش بقى ينفع تماما خلاص. لا احنا محتاجين الكابستي بتاعت الاستاد كلها تبقى مليانه، محتاجين الجمهور يبقى مؤازر وموجود بقوه. الجمهور الكره المصريه بقى اكثر وعيا من المشاهد اللي احنا بنشوفها وجماهير مثلا بعض جماهير السودان والاحداث اللي حصلت طبعاً. او بعض الجماهير التونسيه طبعا مع كامل الاحترام والتقدير للجميع يعني، لكن احنا عندنا خلاص الجمهور في مصر بقى واعي جدا جدا كيفيه التشجيع وكيفيه مسانده ومؤازره كل فريق يخص كل جمهور يعني. هل ده مشهد نرضى عنه؟ هل ده طب هل المشهد ده حصل عندنا في ملعبنا؟ حصل زمان حصل زمان. اوكي احنا بنتكلم على الفتره الاخيره، بنتكلم على الفتره الاخيره خلاص بقى الفترة الأخيرة. كل استوعب الدرس خلاص كل استوعب الدرس وكل عارف انه لو لا قدر الله اي خروج عن النص مش هيتساب. وبالتالي لا يعني ان شاء الله لو الجماهير رجعت المدرجات بالكابستي بتاعت الاستاد كامله اعتقد ان ده هيأثر كتير جدا في النتائج اللي هتبقى على ارضنا في الماتشات اللي هنلعبها سواء النادي الاهلي او النادي الزمالك. طيب خلينا نروح لمداخله مهمه جدا مع احد نجوم النادي الاهلي اللي يمكن هم بعيد شويه الفتره دي بسبب الاصابه، لكن ايضا لاعب بارز في صفوف الفريق وقدر ان هو يفوز بعدد كبير من الالقاب مع النادي الاهلي. سعد سمير مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا امير ومساء الخير على كل ضيوفك. اهلا بيك يا سعد، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام والله بخير الحمد لله. طمنا في البدايه على رجلك، ايه الاخبار والتطورات ايه؟ والله كله تمام الحمد لله، شغال في البرنامج العلاج الطبيعي بعد العمليه وشغال بشكل كويس
والحمد لله يعني الدكتور طمني والامور ماشيه بشكل كويس، وهرجع ان شاء الله اكمل البرنامج بتاعي يوم 10/2 ان شاء الله. في المانيا الاول، هتروح المانيا وبعد كده ترجع لمصر؟ هبقى في المانيا اكمل اسبوعين العلاج البرنامج، وبعدين بنزل بقيه البرنامج بكمله في مصر بعد شهر، وبعدين ارجع لهم تاني كده. يعني المده بتاعت الاصابه يا سعد بالتحديد كام شهر؟ لان في كلام كتير جدا بخصوص الفتره اللي هتغيبها عن الملاعب. لا، هو الدكتور الجراح محدد لي 6 شهور. 6 شهور. 6 شهور لو الحاله اتحسنت او الامور ماشيه بشكل كويس على حسب الرؤيه، ممكن المده تقل عن كده. لكن مبدئيا من 5 ل6 شهور يعني. ده امر جيد، وان شاء الله ترجع بسلامه للملاعب يا سعد، واكيد النادي الاهلي مفتقدك خلال الفتره الحاليه. بالتالي عايز اتكلم معاك بخصوص مباراه الامس، وشفت المباراه ازاي وتاهل النادي الاهلي للدور ربع النهائي؟ الحمد لله، يعني اهم حاجه النتيجه ان احنا صعدنا. نفسنا ان طبعا نصعد في المركز الاول، كان هيفرق معانا ان احنا نلعب المباراه الثانيه على ملعبنا، كانت هتدينا افضليه. لكن يعني قدر الله ما شاء فعل، لكن في ظل الظروف اللي كانت موجوده امبارح وظل الاحداث، المباراه كانت صعبه في احداثها. لكن على المستوى الفني طبعا احنا يعني النادي الاهلي او فرقتنا يعني عندها فوارق كبيره لصالحنا يعني. لكن الاحداث اللي كانت موجوده والاجواء كانت يعني كويس، ان لعبتنا خرجوا بشكل سليم وان هم رجعوا كويسين، دي اهم حاجه. فخطوه وانتهت، مركزين في اللي جاي، عندنا ماتشات مهمه سواء في الدوري او سواء في افريقيا. يعني انا شايف ان الموسم يعتبر ابتدى فعليا من دلوقتي. ابتدى دلوقتي. فجزء الاهم في الموسم، فده يتطلب ان كلنا نركز، ويتطلب ان كلنا يكون هدفنا الواحد هو الفوز ببطوله افريقيا، يعني هو ده الهدف الرئيسي. وانا شايف ان احنا لو مركزين في الهدف ده هنحققه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. انت يا سعد من اللاعبين الكبار مع النادي الاهلي، واللي حققت بطولات كتير قبل كده بما فيهم بطوله دوري ابطال افريقيا، عايز اعرف كلامكم كلاعبين كبار مع الفريق خلال الفتره الحاليه بيبقى ايه؟ قبل حتى ما انت تتصاب وكده، الكلام ايه؟ الثقافه بتاعت لعيبه النادي الاهلي ازاي بخصوص عوده هذا اللقب الغائب عن الفريق يعني؟ والله امير، يمكن يعني النادي الاهلي في ميزه ان هو عنده مجموعه كبيره من اللعيبه او عنده مجموعه من اللعيبه القدام اللي فازوا بالبطوله الافريقيه ولعبوا كاس عالم انديه ويعني ولعبوا سوبر افريقي، فعاشوا التجربه دي استمر اللي هم يعني شهور شريف كرام سعد كبير وعيسى كمان، يمكن الخمسه دول الموجودين اللي فازوا ببطوله افريقيا ولعبوا كاس عالم انديه وشاركوا في البطولات. فاحنا دايما بنقول للعيب يعني قيمتك في النادي الاهلي تبتدي يبقى قيمه في النادي الاهلي من بعد الفوز ببطوله افريقيا، قبل كده كل ده انت لعيب عادي، في الاول وفي الاخر انت لعيب عادي. طبيعي ان انت تكسب الدوري، طبيعي ان انت تكسب كاس، طبيعي كل ده عادي يعني. لكن بيبتدي يبقى ليك اسم وتاريخ في النادي الاهلي لما بتكسب بطوله افريقيا، لما بتروح كاس عالم انديه بتلعب كاس عالم وبتحقق هناك يعني. احنا خدنا طبعا الجيل اللي خد ثالث انديه كان هم الجيل الاكبر مننا، احنا وصلنا خدنا رابع بعد كده. فاحساس ثاني خالص ومختلف، وبتحس ان انت في الاجواء دي ان انت لعبت كوره بجد. بالظبط. واحساس الفوز ببطوله افريقيا مع النادي الاهلي ده ما يساويش اي حاجه ثانيه في الدنيا يعني، ده اغلى لقب انا بشوفه يعني. ده اللي بنقعد نقوله بنكلمه، لان احنا عندنا عدد كبير من اللعيبه اول سنه ليها او ثاني سنه في بطوله افريقيا. بالظبط. فبنحاول ننقل الكلام ده كله عشان ده مهم يعني. واسم النادي اللي انت بتلعب له يخوف اي حد مهما كان المنافس. كويس. اسم النادي الاهلي لوحده يخوف اي حد، فبالتالي طبعا انت من الانديه اللي ليك تاريخ وليك ماضي وليك اسم كبير وليك حاضر ومستقبل كبير. فمن خلال العوامل دي كلها لازم تبقى انت شخصيه قويه جوه الملعب، هو ده اللي يفرقنا عن اي حد تاني، ان انت تبقى شخصيه قويه. فده اللي بنتكلم فيه دايما يعني. طيب البعض بعد مباراه امبارح يا سعد بيتكلم على ان الاهلي بقى تاني لمجموعه، فبالتالي هو هيقابل مازيمبيا او سان داونز او الترجي، ففي تخوف عند البعض بخصوص هذه المواجهات التي قد تحدث مع النادي الاهلي. ثقافه برضه لعيبه النادي الاهلي وبيفكروا ازاي بخصوص الجزئيه دي تحديدا؟ احنا يعني تفكيرنا مرتبط بالقرعه. يعني ما فيش يعني انت مش ما عندكش حريه الاختيار. ودايما احنا بنقول الاختيار اللي بيجي لنا بيبقى هو ده الاختيار الانسب. كويس. اللي هو ده اللي هيناسبنا، هو ده اللي من خلاله ان احنا هنوصل للهدف الثاني اللي هو توصل الدور قبل النهائي. الحاجه الثانيه لما تيجي تصنف الفرق كلها انت ما فيش في ايدك ان انت تختار او ما عندكش حريه الاختيار، لان الفرق كلها قويه. فهو مش طبق في حاجه حلوه هتاكل منه والطبق الثاني ما فيهوش، لا الاصناف كلها زي بعض. فمش هتفرق اي فرقه من اللي انت هتاخدها قد ما هيفرق انت عايز ايه.
كويس. انت عايز تكسب كويس. هتكسب مهما كان المنافس يعني. صح. وصلنا مره بنقول في النادي الاهلي كده المشكله بتبقى عندنا احنا مش عند المنافس. المشكله لو انت عايز تكسب وعايز تحقق الهدف هتحققه ان شاء الله يعني بتوفيق ربنا وبشخصيه الفريق البطل وبشخصيه النادي الاهلي يعني. ده امر مهم جدا. بالتالي النهارده عايز اخد رايك في جزئيه مهمه، او مش رايك يعني تعليقك على تصريحات شريف اكرامي ونهايه الموسم بالنسبه له هيكون اخر موسم مع النادي الاهلي. كلامك عن شريف ممكن يكون ايه او رايك في اللي قاله يعني؟ والله يا امير انا ما اعرفش يعني لسه خارج، كنت لسه بتمرن ولسه مخلص يعني، لسه يعني قبل ما اكلمك عرفت عرفت التفاصيل. بس طبعا شريف من الناس اللي يعني على المستشفى الناس القريبه على النور. يا ريت يا ساعة تتحرك يمين او شمال شويه بس عشان نسمعك، الصوت بيقطع معانا يا جماعه. سعد هنحاول نرجع لسعد سمير تاني، احد نجوم النادي الاهلي الكبار والغائبين خلال الفتره الحاليه، وتصريحات مهمه من سعد. مهمه، بس انا كنت اتمنى ان في اجابه تبقى اجابه لسعد سمير على السؤال بتاع انت شايف الفتره اللي جايه الدنيا اللعيبه هتتعامل ازاي مع الكلام ده، ان اسمع منه ان النادي الاهلي مش هيهاب اي حد. تمام. يعني انا عايز اسمع منه ان اللي عايز البطوله او اللي عايز اللقب ما يهموش يقعد قدامنا. هو قال كلام نفس المعنى. لا هو قال ان احنا بناء على الفريق اللي هيقعد قدامنا هنبدا نشتغل عليه وده اللي هيعدينا. بس قال لك ايه؟ قال لك انت اللي بتحدد انت عايز ايه. بالزبط. انت لو عايز البطوله مش هتهاب اي حد. اللي انا قصدي عليه ان انت كنادي اهلي خلاص انت اتحطيت في موقف ان انت رايح للنهائي. يعني عايز تروح للنهائي بقى هتقابل بقى اي فرقه من الفرق اللي موجوده. طبعا الفرق اللي موجوده كلها ليها كل الاحترام والتقدير. ويمكن عايز اتكلم على الموضوع ده بان الطموحات كبيره جدا عند كل الفرق دي. ولو بصيت هتلاقي لاول مره في دور الثمانيه كل الفرق اللي موجوده حصلت على لقب قبل كده. يعني لو بصيت النادي الاهلي خد 8 بطولات، نادي الزمالك خد 5 بطولات، مازيمبي 5 بطولات، الترجي 4 بطولات، الرجاء 3 بطولات، سان داونز بطوله، النجم الساحلي بطوله، الرجاء البيضاوي باخد بطولتين. فكلهم عندهم نفس الطموح ونفس المشروع ان هم ياخدوا البطوله. فانا خلاص انا بقى مش هقول بقى ايه اتمنى اقابل ده او ما اقابلش ده او ان انا اعدي ده او ما اعديش ده. صح. انا المفروض ان اتعامل مع اي فرقه هتيجي قدامي ان انا رايح للنهائي، مش رايح ان انا اعدي الفرقه بتاع الدور الثمانيه بس. فاعتقد ان ده مهم جدا في الفتره اللي جايه ولازم يبقى التركيز عليه بشكل واضح جدا، ان انا ايا كانت القرعه اللي هتتعمل يوم الاربعاء وايا كان الفريق اللي هيقعد قدامي انا خلاص انا رايح للنهائي، ما بفكرش غير في النهائي او في اللقب او في غير اللقب اللي المفروض اخده. يمكن هو كان بيكلم كابتن سعد سمير على موضوع عن اهميه البطوله الافريقيه قد ايه، وده اللي ظهر في الاخر ماتشين تحديدا. انا دايما بتكلم على مثال، بتكلم على ماتش النجم الساحلي وبتكلم على ماتش الهلال السوداني، لان فعلا انت احساس اللعيبه جوه الملعب تحس انه مختلف يا امير عن بقيه الماتشات اللي قبل كده. يمكن قبل كده كان الموضوع ان احنا هننزل هنلعب نتوكل على الله، يعني سواء كسبنا سواء تعادلنا سواء حصل اي دروب لينا والكلام ده كله مفيش مشكله. لكن لا، الماتشين الاخرين تحديدا انت نازل عارف عايز ايه من الماتش بالظبط. عايز تكسب ماتش النجم وعايز تتاهل من ماتش الهلال، خصوصا ان الحسابات في اللي جاي مختلفه تماما عن اللي فات. يعني طبعا يعني بعض بيقيم بمستويات مثلا الاهلي الفتره اللي فاتت في افريقيا والفرق الثانيه والكلام من ده، انا اعتقد تبقى مختلفه في الادوار. طبعا انا اعتقد ان لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني نفسه استوعب الدرس بشكل كبير جدا. استوعب الدرس بشكل واضح جدا ان لا احنا كبار في القاره ودينا اسمنا ولينا شخصيتنا ولينا تحدياتنا المفروض المشروعه اللي جماهيرنا كلها مستنياها. وبالتالي الفتره اللي جايه او الماتشات اللي جايه للنادي الاهلي في البطوله اللي هو كمل فيها ووصل فيها للنهائي ان شاء الله، اعتقد انه هيختلف تماما عن اي ماتشات اتلعبت قبل كده في مع بدايه البطوله. يعني خلاص التركيز بقى واضح جدا على اللقب. النهارده احنا عدينا مرحله زي ما قلنا صعبه جدا. المرحله اللي جايه اعتقد هتختلف كليه عن المرحله اللي فاتت يعني. والاهلي قدها باذن الله، قدها ان شاء الله، يقدر باذن الله تعالى ان شاء الله. عايز اخد تعليق برضو منك على جزئيه شريف اكرامي وتصريحاته او تويتاته اللي كتبها على تويتر. طيب مبدئيا خلينا نتكلم ان شريف اكرامي لعيب قائد في النادي الاهلي كويس، تعامل باحترافيه شديده جدا مع الموضوع ان هو يعلن ان هو خلاص نهايه السيزون هيبقى بره النادي الاهلي. لكن للاسف انا الشيء الوحيد اللي اخذه موضوع التوقيت. التوقيت ما كانش ان التوقيت يحصل في التوقيت ده تحديدا، يعني خلاص ايا كانت النتيجه طالما انت شريف هتسيب النادي الاهلي والكلام ده كله، اعتقد ان توقيته النهارده بالذات صعب جدا، واحنا مقبلين على مرحله
يعني صعبه للنادي الاهلي في بطوله افريقيا. كل الناس مع كامل الاحترام طبعا لوجهه نظره اكيد طبعا يعني اكيد. لا 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 انا بتكلم على ان ايه مفيش يعني 8 سنين مؤخرا في النادي الاهلي شريف اكرامي 18 بطوله قائد جوه الملعب وقائد بره الملعب. هو في كل الاحوال هو نجم كبير جدا. الصوره الاخيره جداً الصوره الاخيره اللي كانت في ماتش النجم الساحلي بعد نهايه المباراه مع الشناوي وهو بيهني الشناوي والكلام ده كله بتنم عن قياده وبتنم عن وعي كبير جدا وبتنم عن لعيب ذو ثقل وذو موهبه وذو عقلانيه كبيره جدا شريف اكرامي. واعتقد ان كانت دي الرساله اللي كانت ممكن تستمر لنهايه الموسم. انا طبعا مع كامل احترامي شريف اكرامي ربنا يوفقه في اللي جاي وربنا يكرمه ان شاء الله، لكن انا معترض على موضوع التوقيت فقط لا غير. التوقيت بس التوقيت هو اللي بالنسبه لي مش ما كانش مناسب يبقى في التوقيت دوت. يعني لو كنا اجلنا الموضوع شهر او شهرين والكلام ده كله كان الموضوع هيبقى افضل بكتير. يعني اكيد نتمنى لشريف اكرامي كل التوفيق، سواء القرار الخاص بيه ده هيتنفذ على ارض الواقع. واضح جدا من خلال رؤيته هو ان هو خلاص واخد قراره، لكن في نفس الوقت اكيد النادي الاهلي ليه راي. ممكن يكون النادي الاهلي متمسك بالحارس بشكل كبير جدا، ده اللي هنشوفه خلال الفتره اللي جايه. لكن كل الاحترام والتقدير طبعا لراي شريف اكرامي، ويبقى لاعب من اللاعبين اللي سطروا تاريخ فعلا فعلا مع النادي الاهلي. اي لاعب بيجيب بطوله دوري ابطال افريقيا يبقى عامل تاريخ مع النادي الاهلي. طبعا شريف اكرامي من اللاعبين دول، يعني كل الاحترام والتقدير ليه طبعا، ولاعب مميز. بالتالي الاهلي عنده مواجهات صعبه جدا على مدار الشهر الحالي، بخلاف مباراه امبارح 6 مباريات اخرى هتبتدي ببيراميدز، الجيش، المصري، 2 زمالك لحد دلوقتي تمام، ومباراه ما تتفائلش قوي باتنين زمالك دي. ما انا بقول لك لحد دلوقتي لحد دلوقتي. لان اكيد مليون في الميه انا حاسس ان لازم في هيحصل تاجيل للماتش بتاع الكمال. بس التصريحات اللي خارجه من الاتحاد الكوره كلها بتاكد عن الماتش في موعده، الماتش في ميعاده وفي وقت تاني مباراه الاهلي والزمالك. نتمنى ذلك نتمنى ذلك. اعتقد ان بالنسبه لي طبعا المباراه اللي هتكون في اخر الشهر خاصه بدور الذهاب يعني انا بالنسبه لي اهمهم ماتش بيراميدز اللي جاي. اهمهم طبعا. ليه بقى؟ هقول لك ليه. لان بيراميدز السنه اللي فاتت الوحيد اللي قدر يتغلب على النادي الاهلي سواء كان في الماتشين بتوع الدوري او في ماتش الكاس. في لعيبه كتيره جدا من الجيل الحالي اللي موجودين كانوا موجودين السنه اللي فاتت. كل اللعيبه دي محتاجه لاستعاده الثقه في الماتشات اللي زي دي، وتحديدا قدام بيراميدز. يعني في لعيبه كتيره جدا فازت على نادي الزمالك في ماتش السوبر، وفي لعيبه فازت على نادي الزمالك في السيزون اللي فات لكن في لعيبه كتيره موجوده في الفرقه ما فازتش على بيراميدز لحد دلوقتي في الثلاث ماتشات اللي لعبهم النادي الاهلي. فان انت تكسب بيراميدز يوم الخميس على ما اعتقد، ايوه الخميس ان شاء الله، الخميس ان شاء الله، ان انت تكسب بيراميدز في التوقيت ده بعد ما انت تاهلت في بطوله افريقيا هيفرق معاك كتير جدا، رغم ان الفرق واضح في جدول الدوري ما بين النادي الاهلي اللي هو لاعب تقريبا 12 مباراه ب 36 بونت، والمعظم الفرق الثانيه لعبه 15 بونت وتحتيه اقرب منافس ليه متاخر عنه ب 4 بونت غير الثلاث ماتشات متاجله. لكن انا شايف ان زي ما بقول لك الفرق الفنيه اللي موجوده في الدوري، لكن معنويا اهم ماتش في الماتشات دي كلها سواء كان مواجهه بيراميدز او مواجهه المصري او ماتشين الزمالك او كلامك او الماتش الاخير في افريقيا هي مواجهه بيراميدز، لان المواجهه دي هتعيد الثقه للجمهور في امكانيات اللعيبه كمان بشكل كبير قوي قدام بيراميدز، وفي نفس الوقت هتمحي اي ذاكره سيئه عند لعيبه النادي الاهلي من اللي كانوا موجودين السنه اللي فاتت واتهزموا قدام بيراميدز سواء ماتشات في الدوري او في ماتش الكاس اللي خرج منه الاهلي على يد بيراميدز. لكن هي كلها في الحقيقه مباريات غايه في الاهميه. طبعا اكيد انا بتكلم على اهمهم يعني. طبعا أهمهم. اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في كل هذه المواجهات على مدار الشهر الحالي وينجح فيهم كلهم، لان هي كلها تحديات مختلفه سواء محليا بخصوص الدوري او محليا بخصوص السوبر او افريقيا كمان بخصوص ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. يا استاذ طارق نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا امير، بتنور بيك دايما. شكرا جزيلا. شكرا. طبعا كنا بنحاول نجيب ساعه تاني لانه لكن الواضح ان هو خلص التمرين وماشي في طريق الشبكه متقطع، يعني مش عارفين نوصله، لكن في كل الاحوال كانت مداخله مهمه جدا كمان من سعد، واكيد بنشكره شكرا جزيلا على المداخله دي والتوضيحات الهامه كمان بخصوص عقليه وتفكير لاعبي النادي الاهلي خلال المرحله اللي جايه، واللي احنا متاكدين منه ان هم كلهم اكيد عايزين يجيبوا البطوله ويسعدوا جمهور النادي الاهلي تحديدا بطوله دوري ابطال افريقيا. بشكر كمان الاستاذ طارق عوض كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم، ودي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده. بكره ان شاء الله حلقه جديده واخبار جديده متعدده عن النادي الاهلي واخبار محليه وعالميه كمان. استنونا بكره، الى اللقاء.